خلينا ننتقل مباشرة مشاهدينا لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي لنتعرف على أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. هلا أستاذ حسان، يعني مثل ما ذكرنا تعودنا كل سبت نعرف من حضرتك كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية. سمعنا أنه رح يكون خلال هذا الأسبوع في منخفضين، وضح لنا أكثر هي المعلومات، وهل ممكن نشهد بالفترة القادمة ثلج؟ خبرنا أكثر. هلا بدايه صباح الخير لزميلتك الاخباريه السوريه. بالنسبه للحاله الجويه السائده والمتوقعه خلال 24 ساعه القادمه، وفكره بسيطه على الاحوال الجويه خلال هيدا الاسبوع بشكل عام بعد المنخفض الجوي اللي تستنى فيه واللي استمر من 10 الشهر حتى 18 الشهر بهطولات مطريه كانت متميزه وغزيره بالساحل السوري والشمال الغربي. تجاوزت خلال فتره المنخفض بعض مناطق الساحل السوري 250 ملم خلال فتره المنخفض كامله خلال العشرة أيام الماضية. هلأ بلشت البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات غربية بطبقات الجو العليا. بشكل عام الأجواء يعني مائلة للاستقرار بأغلب المناطق والمدن السورية خلال هذه الفترة، ولكن فترة استقرار هي فترة قصيرة وبسيطة على الرغم من الاستقرار اللي عم نعيشه هلأ والارتفاع بدرجات الحرارة، والحرارة اللي عم تكون أعلى من المعدل من 3 إلى 6 درجات مئوية لهذه الفترة من السنة. فهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر بالمرتفعات الساحلية. يعني بشكل عام الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا خلال هدول اليومين، الفرصة ضعيفة ذات الزخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية، درجات الحرارة عم تستمر بارتفاعها لتصل أعلى من المعدل من 3 إلى 6 درجات مئوية بأغلب المناطق. خلال ساعات الليل بشكل عام الأجواء عم تكون باردة، ونحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية. أما الرياح عم تكون متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ومتوسط ارتفاع الموج. هلا بتستمر معنا هيدا الأجواء حتى منتصف هيدا الأسبوع يوم الاثنين تقريبا، بتبلش الأجواء تتغير والحرارة تميل للانخفاض بشكل تدريجي بدءا من نهار الاثنين لحتى تكون نهاية هيدا الأسبوع أصبحت حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل. ونحن على موعد مع منخفض جوي بتبلش تباشيره خلال يوم الاثنين مساء يوم الاثنين، ولكن بيجي على مرحلتين ضعيفين. المرحلة الأولى بتكون هطولات جيدة نهار الثلاثاء والأربعاء، والمرحلة الثانية للهطول المطري بتكون الخميس بالليل ونهار الجمعة والسبت القادم بإذن الله تعالى. الأجواء بشكل عام راح تكون غائمة جزئيا، فرصة الهطل المطري بتزداد مع نهاية هيدا الأسبوع. الثلاثاء والأربعاء فرصة جيدة لهطل زخات من المطر بمناطق متفرقة من البلاد، بتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان. الفرصة الأكثر والاحتمال الأكبر لحدوث الهطل المطري والأشد غزارة راح تكون الخميس بالليل ونهار الجمعة بأغلب المناطق. فالأجواء بتكون الخميس ليلا والجمعة أجواء غائمة ماطرة على فترات في أغلب المناطق، والهطولات كذلك الأمر بتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، والرياح بتكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشيطة تحديدا يوم الأحد بالمنطقة الجنوبية، ممكن تتجاوز سرعة الهبات 40 كيلومتر بالساعة ببعض الأحيان. هلأ هيدا الأجواء الغير المستقرة بتبلش معنا من منتصف هيدا الأسبوع وبتستمر معنا تقريبا حتى مطلع الأسبوع القادم. حالة عدم استقرار وفرصة لهطول الأمطار بمناطق متفرقة من البلاد تكون أشدها غزارة بالساحل السوري والشمال الغربي وأجزاء من المنطقة الوسطى تحديدا الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. احتمال تشكل الضباب بضل قائم خلال هذه الفترة، والأجواء الباردة إلى شديدة البرودة بالمرتفعات الجبلية تكون سيدة الموقف مع احتمال لحدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية بأغلب المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 18/8، القنيطرة 17/6، القلمون المرتفعات الجبلية 11/2، درعا 13/8، السويداء 18/7، المنطقة الوسطى حمص وحماة 19/8، الحسكة منطقة الجزيرة 16/5، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 19/13، بالشمال حلب 15/7، إدلب 17/8، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 19/7، بالبادية السورية مدينة تدمر 16/5. أستاذ حسان الجردي على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نحن نقول بردا وسلاما لسوريا الحبيبة، ومعلش هيك شوية تحذيرات لابد منها.